حقائق عن المصارع رومان رينز. ليتي جوزيف أنوي ولد في 25 من مايو لعام 1985. هو مصارع أمريكي محترف ولاعب كرة قدم أمريكية سابقا ومعروف باسم رومان رينز. أنوي هو نصف سامو ونصف إيطالي، وهو ابن المصارع سيكا أنوي وشقيق المصارع مات روزي، وهو فرد من عائلة أنوي وهي عائلة مشهورة بالمصارعة. بذلك هو يكون قريب المصارع داون ذا روك جونسون والمصارع الأسطورة يوكوزونا والمصارع سامو أنوي والمصارع راكيشي وأبنائه المصارعان جيمي وجي أوسو. أنوي تزوج من غالينا بيكر في ديسمبر 2014 ولديه ابنة واحدة اسمها جويل، وظهر معها في إعلان لخدمة عامة في يونيو عام 2014. قبل بدء مهنته في عالم المصارعة قضى فترة قصيرة في عالم كرة القدم الأمريكية NFL وفي دوري كرة القدم الكندية CFL. رومان رينز يحمل الرقم القياسي في عدد الإقصاء في مباراة مهرجان سيرفايفر سيريز بعدد 4 إقصاء، وأيضا يحمل الرقم القياسي في عدد الإقصاء في مهرجان رويال رامبل بعدد 12 إقصاء. عضو سابق في فريق الدرع وحمل بطولة الفرق الزوجية مرة واحدة مع زميله في الفريق سيث رولينز، أشد أعدائه بري وايت ولوك هاربر والسلطة. أول ظهور له كان في 9 سبتمبر لعام 2010 تحت اسم رومر لياكي، وخسر أمام ريتشي ستيمبوت وتبعتها عدة خسارات إلى أن حقق أول فوز له في 21 سبتمبر على فهد راكمان، وتابع المنافسة في FCW خلال الفترة المتبقية من العام. في 2012 أصبح مصارعا في المباريات الرئيسية المين إيفنت، وانتصر على بطل FCW ليو كروغر الملقب بأدم روز في مباراة فرق زوجية في 8 يناير عام 2012. وحينما تغير الاسم من FCW إلى NXT حقق أول ظهور له مع اسم جديد وهو رومان رينز في 31 أكتوبر لعام 2013 وانتصر على CG باركر. ظهر فريق الدرع دين إمبروز وسيث رولينز ورومان رينز أول مرة في عرض سيرفايفر سيريز بتاريخ 18 نوفمبر لعام 2012، وتدخلوا في مباراة الحدث الرئيسي في ذلك العرض، وكانت المباراة بين جون سينا ورايبك وسي إم بانك. أهم البطولات والإنجازات: بطولة الفرق الزوجية مرة واحدة مع سيث رولينز، جائزة سلامي لأفضل حركة للعام 2013 وهي حركة سبير، وجائزة سلامي لأفضل مجموعة لعام 2013 وهي فريق الدرع، جائزة سلامي لأفضل نجم جديد لعام 2013، وأيضا حاز على جائزة سلامي لأفضل نجم لعام 2014 وفاز بمباراة الرويال رامبل في 2015.